أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور ہدایت دے اور ہماری دعائیں قبول فرما، آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی انی مغلوب فانتصر. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ.